السلام عليكم أخوكم جلال. أنا أقول لكم مسبقا أنا درت الجرعة الأولى، ثانيا حبيت نثمن المجهودات على المديرية العامة للأمن الوطني، هذه المؤسسة الكبيرة اللي بدأت في حملة التلقيح ابتداء من اليوم لكل أفرادها وعناصرها. لو كان في ميدان التشريع نعود للكتاب والسنة، لو كانت الأمور داخلية نقصد الإعلام، ولو يتعلق الأمر بالصحة أنفذ ما يقوله لي الأطباء. أنا لست لا بطبيب ولا بالأستاذ ولا بالباحث العلمي، مع احترامي للدكتورة والدكتورة السيدة، احنا عندنا هذيك كل واحد واش يقول. سبحان ربي العظيم اللي خلق الفاكسان هذا التلقيح هذا وداروا، من أكون أنا لأن أشكك فيما يقوله لي الطبيب نتاعي ولا الأستاذ نتاعي. أنا نقول الناس اللي راهي مازال تتساءل، أراكم كل يوم يمر عليكم وانتم تتساءلوا، في كل يوم راكم تمروا على خطر وخطر كبير. أنا أخوكم جلال هاو باش يعرفوني ونعاود نرجع أقول لكم ولكم جميعا، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ويا ريت إن شاء الله المؤسسات الأخرى تحذو حذو وزارة الداخلية والممثلة في هذا اليوم في المديرية العامة للأمن الوطني، إن شاء الله كل المؤسسات الخاصة الأخرى كذلك للخواص كذلك يبذلوا مجهود، كاين في المستشفيات في العيادات في لي بوليكلينيك في حتى كبار المساجد راهم يلقحوا. أنا نقول دائما اسأل نفسك هل أنت طبيب لأن تقول وتحكم على نفسك تجعل لما تعملش هذا الفاكسان هذا؟ ربي يهدينا وربي يرفع هذا الوباء عندنا من عندنا ان شاء الله، ونتمنوا لاشقائنا التوانسه. شوفوا راك ما كاش اللي تخبى، ما عادش بقاتش امور تخبى، شوفوا اخواننا واشقائنا في تونس تكاد دوله بكاملها تتلاشى، من ربي يجيب لهم الخير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يشفيهم جميعا ويشفي الامه الاسلاميه والجزائريه. السلام عليكم.